مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم بسيطة، ولكن بناء على طلب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من خلال الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي. النهاردة هنبدأ نعمل وصفة، طبعا بما أننا في الصيف وفي ناس عايزة وصفات كتير سريعة. عندنا المكرونات نقدر نعمل بيها أي نوع أو أنواع رز مختلفة، ونقدر نعمل كمان وصفات سواء بقى كفتة أو كفتة شيش طاووق أو كفتة فراخ، أو إحنا عملنا حاجات كتير جميلة. ممكن نعمل كمان لو عندنا لحمة مفرومة بتبقى أسرع حاجة، نعمل البيض الاسكتلندي. ليه كده طريقة جميلة، بيض مسلوق بنعمل معاه كده وصفة حلوة من اللحمة المفرومة، ونحط البيض ونحشيه. طريقة كده جميلة ومعروفة جدا. تعالوا نشوف نقدر نعملها إزاي على الطريقة الأوروبية أو الطريقة اللي بينفذوها برا مصر مش عندنا إحنا، بس إحنا نحاول ناخد المكونات اللي إحنا بنحبها ونتعامل مع الوصفة دي بيها. هقول المقادير ونشتغل وإحنا شغالين نحكي عن الوصفة دي. عندي لحمة مفرومة حوالي نص كيلو أو على حسب عدد أفراد الأسرة، ملح وفلفل، جوزة الطيب، توم باودر، بصل باودر، مستردة معلقة واحدة بس، وعندي بهارات اللحم، بقدونس مفروم ناعم جدا، بيض مسلوق، ودقيق بيض بقسماط، وممكن نطعم البقسماط ده بشوية من الزعتر، وطبعا زيت نباتي. الفكرة من الوصفة دي انهم عادة بيعملوا البيض ليه طريقة تسوية معينة. خلينا نتكلم عن البيض والتسوية شوية مع بعض. لما بجيب البيض، البيض طبيعي، انا مش عارفة البيض ده انتوا سالقينه؟ لا ده مش مسلوق. لا اللي مسلوق قدامي ده مش مسلوق. طيب بصوا بقى، انا هوريكم طريقة بسرعة نعملها، خلينا ايه ننجز مع بعض. ادي المية، بسم الله هزود النار، يبقى فرصه بقى انهم حاطيني بيض مش مسلوق عشان ايه اوريه لحضراتكم. هحط البيض، بسم الله، هزود شويه ميه، المهم الميه ما تغطيش البيضه كلها. هقول لكم طريقه البيض الصحيحه الصحيه. شايفين البيضه باين منها النص ازاي؟ النص اللي فوق ده باين. اهم حاجه البيضه فريش، لان هي لو مش فريش مش هتديكوا الجوسي او تبقى زي البيض البريشت. بصوا شايفين ازاي في جزء منها. طب عشان اطهر وعقم البيض ده اثناء السلق عشان ما يشرخش مني، حاجه من الاثنين، معلقه ملح او معلقه خل، انا بفضل الملح. خلاص اهو، خلاص. ودلوقتي انا شغلت النار، اول ما هيبدا يغلي هقول لكم انا هعمل ايه. كده متفقين؟ لان احيانا بيبقى في شروخ بسيطه في البيضه انا مش شايفاها بعيني المجرده انها يعني مشروخه، انها ممكن تبقى مكسوره. فالطبيعي ان انا لازم احط ده علشان اعقم البيض، عشان لما البيض الميه الخارجيه بتاعه البيض كمان ما بيتغسلش. معلومه مهمه جدا لحضراتكم، البيض ما بنغسلوش. البيض لو اتغسل وفي الشرخ ده احنا مش شايفينه، هياخد كل البكتيريا اللي بره البيض يدخلها لك جوه البيضه اثناء السلق او اثناء الاستخدام. البيض ما بيتغسلش يا جماعه، معلومة خاطئة، واللي يقول غير كده يعني هقوله لأ بالفم المليان. البيض بنجيبه بنحطه في الوضع اللي هو بوز البيضة لتحت عشان تحتفظ بالسوائل في مكان وضع البيض في التلاجة، وبناخد البيض وقت السلق هنعمل بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. أول ما تغلي المية هقولكم هنعمل إيه في البيض، هطفي عليه وحاسبها 10 دقايق لحد ما الميه دي تهدى، لان هي بتاخد المفروض الطبيعي البيضه تاخد في ناس بتحب الاربع دقايق، انا طبعا بحس الاربع دقايق دول ما عملوش اي حاجه، لحد 8 دقايق. من دول من الوقت ده لحد 8 دقايق هي ممكن تبقى بيضه جميله جدا وهيلثي وجميله. ولاحظوا ان كل ما يجف الصفار كل ما احنا ما بناخدهاش صحيه اكتر، كل ما يبقى الصفار محافظ على لونه وفي صوص فاحنا محافظين عليه، المهم ما تبقاش نيه. طيب انا سبتها اهي وحطيت الميه مع حضراتكم، هتغلي وهنشوف البيضه اخبارها ايه. دي مساله سلق البيض. هنبدا بقى في المرحله الثانيه اللي هي تتبيل اللحمه، بسيطه جدا وسهله ما فيهاش اي حاجه. التوابل اللي تناسب حضراتكم وتعجبكم بطعم اللحم حطوها، بس انا قلت لكم ان الوصفه دي هي اكتر الوصفات اللي انا اكلتها بره يعني في احد الاماكن، وكانوا بيستخدموا مكان البقسماط العادي بتاعنا اللي هو البانكو ده اللي هو البقسماط الياباني، عشان التغليفة بتدي شكل مختلف. لكن طبعا الوصفة دي وصفة غذائية قوية جدا، فيها هاي بروتين وبتدي احساس بالشبع وجميلة جدا. ممكن بقى جنبها اي حاجة بسيطة، ان هي غنية جدا بنسبة بروتين عالية. طيب انا دلوقتي هاخد كده، ما حبيتش احط بصل عادي، حبيت احط باودر وده افضل، بيبقى المسألة اقوى.
وفي نفس الوقت احسن. وتوم باودر بسيط. عندي البهارات بتاعت اللحمه او السبع بهارات اللي يريح حضراتكم. عندي رشه من جوز الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحبها فريش كده اخلطها. لو هي عندكم باودر وحضراتكم بتخلطوها مفيش مشكله. هاخد معلقه صغيره من المستردة. اهي معلقه كبيره تدي تيست حلو جدا. وتعالوا بقى هبدا كده. طبعا رشه الملح والفلفل. بسم الله. خلاص حطينا رشه الملح والفلفل وهنبدا نعجن كده بايدينا. اللحم يفضل يبقى ساقع عشان يتماسك. ليها مرحلتين اللحمه. لو انتم مسقعينها في التلاجة لحد قبل ما تشتغلوا فيها كلحم مفروم تبقى افضل. والمهم في اللحمه دي حاجه، مش زي الكفته يبقى فيها نسبه دهون، لا لحمه احمر يبقى لحم احمر. لكن نسبه الكفته لما بنيجي نعملها لازم فيها نسبه دهون عشان ما تنشفش. انا دي بقى عايزاها نسبه لحم احمر صافي علشان احافظ على انها ما تفكش مني. شايفين ازاي؟ اهي شايفين الخليط اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ازاي؟ اهي تبقى معجون. هاي الجلافز ده. طيب هنيجي بقى ناخد شويه بقدونس بصوت قوي قوي هنحطهم كده ايه نطعم بيهم اهو. شويه بسيطه كده معلقه اهو تدي تيست كده وطعم للكفته او يعني للغلاف اللي هنعمله حوالين البيت ده اهو اهو. خلاص وتعالوا بينا بقى ناخد الخليط الحلو ده ونبدا نشكل على البيضه. المفترض ان انا بجيب كده. بصوا غليت البيضه، شفتوا ازاي؟ شفتوا الميه؟ اهي غليت جت جبتوها اهو. هقلل خالص هطفي النار. خلاص انا فصلت النار. شايفين اول ما بتغلي كده بطفي النار وهسيبها بقى لحد ما تهدى مع حضراتكم. وبعد شويه هبدا اخد البيض ونشوف البيض هيطلع شكله عامل ازاي. تعالوا بينا بقى هرفع بس الزيت ده هنا كده شويه انا بسخنه. هاخد استرتش هنشيل دول كده و هاخد هنا. بصوا بقى هفتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان تساعدني افرد كويس اهي. ماشي بسم الله اهو اهي. خلاص وهبدا اخد الايه قطعه من اللحم. كوروا اللحم كور متناسقه لو عايزين توزنوها ماشي عشان تبقى كل الكور قد بعض. هاخد كده قطعه كده وبالبلاستيك كده هعمل. انا عايزه ارققها كده. شايفين ازاي؟ هحط البيضه اهي وهبدا هكور كده. شايفين كويس قوي على البيضه يعني ما يبقاش في مسافه بينهم كبيره اهو. شايفين ازاي هشكل كده كويس. كمان لو في ميه ساقعه قبل بس ايدي واعملها كده هتبقى رائعه. بصوا ازاي
اهي شكل البيضة، ادي الشكل كأنه شكل البيضة، شايفين حضراتكم؟ وهي كده هدخلها التلاجة تسقع، مش عايزة أسيبها الأول يعني زي ما بيقولوا إيه تفضل كده في حرارة، لا هعمل كده واحدة كمان، واحدتين كمان كده، ثلاثة أهو شايفين، أدي واحدة كمان. بصوا كده هعمل كده، لازم أفرد كويس، عايزة أرققها، عايزاها تبقى حوالين البيضة على طول، لأن لو سيبنا حوالين البيضة بمسافة ممكن تفك أهي، وهنعمل كده أهو شايفين إزاي؟ شايفين إزاي؟ أهم دول زيادة مش عايزاهم، شايفين تعمل بقى كمية حلوة جدا أهو، شايفين إزاي؟ بديها شكل البيضة على حسب حجم البيضة أهو، وهنعمل واحدة تاني هنا خلاص. الجزء اللي هيتبقى يعني هكمل الكمية اللي أنا عاوزاها، النص كيلو يعملوا كمية حلوة قوي زي ما حضراتكم شايفين يعملوا كتير. ممكن بقى نعمل ايه، ناخد دول لو احنا خلاص استكفينا ممكن نشكلهم ونحطهم في البريدنج ونحطهم في الايه في الفريزر، وقت ما نحتاجها ننزلها مره تانية بس في البقسماط ونحمر من الفريزر على التحمير، هتبقى رائعه مع حضراتكم. دي هنشيلها بقى. طيب البيض هنا او الاسفل يعني حطينا البيض مع الغلاف اللحم، هبدا بقى اجيب كده بقسماط ودقيق تمام، وادي البيض زي ما وريته لحضراتكم كده بيستوي، هاخد بقى بيضه كده بوله عشان انزل فيها الخليط، ادي بيضه بسم الله، البيضه لازم انزل معاها اما شويه لبن او شويه ميه، خليني ايه انزل معاها شويه ميه بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا رشه ملح وفلفل اهي عشان نحل الايه الماده اللي هي اللزجة اللي في البيض، هاخد كده رشة ملح رشة فلفل، وبرضو بعمل كده في البقسماط، رشة ملح في الدقيق رشة ملح فلفل، وهكذا في البقسماط عشان نطعمه. اللي عايز يضيف مع البقسماط احيانا كده توم باودر وبصل باودر بيدي تيست حلو قوي بصراحة، ممكن كمان احط شوية من التوابل اللحم، وهقلب كده البقسماط، اللي عايز يحط زعتر كل واحد حر يقدر ينكه الايه الحاجه دي، وبعدين بعدها بتصفوه او بتنخلوه وتشيلوه في كيس وتبقوا عارفين ده خاص باللحوم. طيب بالنسبه بقى للبيضه اهو هضرب كده اهي خلاص، هنبدا بقى بصوا بقى الماده اللزجه عشان لما احطها ما تقعدش تضايقني في كل ايه في كل واحده هنزلها في البريدنج ده. طيب هاخد كده البيضه دي او اللي هي الكفتايه اللي احنا عملناها مع الخليط البيض اهو، هتنزل هنا اهو شايفين في خليط البيض، معلش انا مش هحط في الدقيق الاول، هنزلها هنا تاني عشان تمسك كويس، وبعدين هرجعها تاني وبعدين هحطها في البقسماط اهو، ابقى مسكت الطبقه اللي تحت كويس، دي مش محتاجه كمان طبقه بقسماط تانية الا لما تدخل فريزر وتطلع. في الحاله دي هوريكم بقى كمان احنا مجهزين هنا اتنين اهم ساقعين، شايفين ازاي اهو اهو خلاص. هناخد دي ننزلها هنا، معلش انا نزلتها تاني في الدقيق مش العكس، ما تستغربوش، عشان امسك الطبقه بتاعه الدقيق عليها كويس، وهنزل هنا طك اللي متعودين عليه وبيريحكم اعملوه. شايفين ازاي
في ناس ممكن تنزلها تاني في خليط البيض والبقسماط، شايفين ازاي؟ اهو بصوا بقى البقسماط كده تمام. خليني اجرب في الزيت، لا محتاج يعني يسخن شويه. هنشيل بقى ده، حط بس اول واحده كده الزيت يبقى تمام. وبصوا البيض انا شلته خالص من على النار، عايزه اوريكم واحده وانا بقشرها، هي بس هتبقى سخنه شويه صورها لكم. بسم الله. بصوا البيضه، مش انا متعوده على الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا لسه ما بردتهاش، سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بتتشال وان شاء الله وجواها طري، هو بقى الطراوه دي اللي احنا عايزينها. بسم الله. شايفين فيها سائل نازل ازاي؟ هي دي البرشت اللي انا عايزاه. خلوا بال حضراتكم، هي دي الصحيه اللي انا عايزاها، وهي دي اللي اكلها للولاد. في ولاد ساعات بيحبوا، انا كان يعني بابايا الله يرحمه كان يعملها لي مع الجبنه الركفر او الجبنه الاسطنبولي علشان اخد البرشت. حاضر، حط لكم واحده الساقعه دي اهي، يلا بينا. بصوا بقى ادي الثانيه وانا هقشر اهي، شايفين؟ الحمد لله. بصوا كده نخلي بالنا بس من التحمير. بسم الله الرحمن. طبعا هي مولعه على ايدي عشان انا ما بردتهاش، بس عشان اوري حضراتكم هقسمها لكم تشوفوها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اهو طبعا هي لازم تبرد شويه. اهي بصوا البرشت بقى، هي دي الصحيه. بصوا اهي، شايفين البيضه؟ شايفين عامله ازاي؟ اهي هو ده، هي دي البيضه الصحيه، عشان حضراتكم تبقوا عارفين طريقه سلق البيض. هي دي الطريقه الصحيه اللي المفروض ناكل بيها البيض، وده اللي المفروض نعمله جوه الكور بتاعه الكفته او البيض الاسكتلندي بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها. ده الفكره منه، لو شفتوا اي حد اجنبي بيعملها هتعرفوا ان هي دي الطريقه الصحيحه للعمايل بتاعته، انكم تفتحوها من جوه وتلاقوا البيضه طالعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهو ده البيض الصحي لطريقه السلق للبيض اللي احنا المفروض ناكل ولادنا بيها البيض المسلوق. انا هحط بقى المتبقي من الحاجات الجميله دي اهو، وهنستسمح حضراتكم نطلع بريك ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بصوا بنحمر الكرات البيض الاسكتلندي، هي وصفه طبعا من اسكتلندا جميله يعني بسيطه عندهم لكن مغذيه اهي، شايفين؟ حلوه فعلا يعني. واتكلمنا عن كيفيه البيض المسلوق، مشبعه جدا. عايزه اقول لكم الوصفه دي لو احنا خدنا بس واحده من دول على طبق سلطه، شويه خس وخيار وطماطم وشويه جزر، ويعني تبقى وجبه متكامله، الواحد يبقى قنوع. اربعه. عايزه اقول لكم هي جميله جدا وسهله وبسيطه ومختلفه. بصوا الجمال، الله. طبعا اللي عايز يدي البقسماط يعني ينزلوا بيض وبقسماط تاني مره تانيه، انا مش عاملاه بكتير لكن تقدروا تعملوا حضراتكم كده فتخلوا فيه طبقتين من البقسماط، مفيش مشكله يعني على حسب كل واحد بيحب ايه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دلوقتي هنزل مقادير وصفه كده خفيفه هقدمها جنبها، وصفه الشعريه الحادقه دي جميله جدا، حاجه بديل للرز بقى. تعالوا كده نقول المقادير بتاعتنا وهشتغل فيها جنب حضراتكم. عندنا الشعريه المفلفله اللي بالقرفه، عندي
شعريه، اي كوبايتين ثلاثه على حسب عدد افراد الاسره. عندي عايزين تحطوا معاها خضار زي الجزر زي الكوسه زي اي نوع من انواع الخضروات، مفيش مشكله. في ناس على فكره بتعملها باللحم، يبقى عندها لحم مسلوق وتبدا تعملها باللحم، بس لازم اللحم يكون مسلوق، وبتسقي بمرق اللحم في الشعريه، ما بتحطش ميه بقى. فبتبقى وصفه جميله بتتقدم في المطاعم، او مش المطاعم، بتتقدم في الاوتيلات في الاوبن بوفيه، بتبقى الحقيقه من الوصفات المحببه وبتبقى يعني جميله جدا، انا بحبها جدا الحقيقه. طيب عندي كمان قرفه باودر، عندي مستكه، عندي ورق لورا، عندي حبهان وملح وفلفل. هي وصفه بسيطه وجميله. تعالوا كده نقول بسم الله. هاخد الاول كميه من الزيت، وطبعا ممكن اطعم بمكعبين من الزبده تدي طعم وتيست، او معلقه سمنه زي ما انتم عايزين كده. هاخد اربع فصوص من المستكه، ادوبهم لانهم لازم يدوبوا في ماده دهنيه الاول، وبقلب هنا مع حضراتكم الايه البيضات الحلوه دي اهي، شايفين ازاي كده. بصوا بقى هنعمل كالاتي، دابت، هاخد رشه بسيطه بس من القرفه تدي تيست، وهاخد مكعب او مكعبين من الزبد، انزل كده كميه الشعريه. بصوا الريحه روعه، شويه القرفه اللي في الاول دول بقى بيدوا طعم يجنن. اللي مش عايز نسبه دهون ممكن يحمصها في الفرن يستفيد منها اكتر. لا انا بصوا هعملها كده جميله ازاي، انا اعتقد مش محتاجينهم، يعني اللي عايز يعمل كده يعمل كده مفيش مشكله. بصوا بقى نطلع كده الوحدات الحلوه دي. لا خلاص كده، بصوا هنشيل بقى ده. حاضر، بسم الله، وتعالوا بينا هنحمر تحميره كده حلوه مع الزبده دي. انا ممكن اقرب هناك، شايفين؟ تسلم ايديكم حبايبي، تسلم ايديكم، الله يخليك. طبعا ايه تهدى بس شويه، وبعدين نجيب طبق كده صغير وممكن ايه نقطع عليه واحده بس تهدى شويه. عشان هي لسه سخنه قوي، سخنه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اهي. جميله صراحه، يعني خلينا ايه نعمل كده وناخد القمر دي اهي، تبقى شكلها كده، ونحمص بقى الشعريه بدل ما تتحرق اهو. بسم الله لحد ما يبقى لونها ذهبي كده وحلو، شايفين بعد ما اتقطعت جميله ازاي كده. الله تسلم ايديكم كده، شايفين حمر بقى الشعريه تحميره حلوه كده. تسلموا لي والله، شكرا ليكم. ادي الايه الكور اللي حضراتكم شفتوها، البيض الاسكتلندي، طريقه بسيطه، طعم اللحم كمان هيعجبكم ان شاء الله. معلقه المستردة اللي حطيناها دي، او بذور الخردل، او في ناس ممكن تستخدم كمان الديجون ماسترد اللي هي نوع من انواع الماسترد، بيبقى حبوب كده جميله قوي، ليها طعم كده وتيست حلو، كمان مع البانيه بتبقى حلوه، مع الكاردون بلو بتبقى حلوه، كاردون بلو بتبقى روعه، مع مثلا التشيكن كيف او اللي هو الرولز بتاعت الفراخ المحشيه زبده وفيها شويه بقدونس، يعني شويه اعشاب كده كده. حمص بقى احنا شويه الشعريه دول كده، وانا اسمحوا لي هنا بقى هعمل وصفه جميله سهله وبسيطه قوي، الولاد بيحبوها قوي قوي، وحاجه ساقعه كده منعشه، بس عشان اجهز لها لازم انزل مقاديرها وابدا مع حضراتكم اسيح ليها الشوكليت، عشان يبقى فرصه حتى بنسيح الشوكولاته الخام مع بعض على حمام الميه ازاي، نشوفها مع بعض. طيب يلا ننزل وصفه الليزي، ليزي كيك. الليزي كيك دي يعني هي ليزي كسلان، انا مش عارفه هي اصلها
على ان هي يعني كيكه الكساله، الناس اللي مش قادره تعمل كيكس بتقوم تعملها. ماشي خلينا نشوف. طيب المقادير بتاعتها سهله وبسيطه، خلونا نقولها تاني مع حضراتكم. عندي بسكويت، اي بسكويت قمح ساده، بسكوت اطفال، اي بسكوت مناسب لحضراتكم. عندي ربع كوبايه من الكاكاو، عندي كوبايه الا ربع من السكر، عندي نص كوبايه من اللبن، عندي نص كوبايه من الزبده، عندي اربع قطع من الشوكولاته. طيب هاجي بقى اخد الجناش او الجناش، ده هعمله ازاي؟ هعمله 120 جرام من الشوكولاته على كوبايه الا ربع من الكريمه، و او مكان الكريمه نص كوبايه لبن مع معلقه من الزبده، تديها ايه تقل كده. طبعا شويه القرفه بقى اللي احنا حطيناهم رشه مع الزيت ومعلقتين الزبده في الاول مع الشعريه، هي اللي مديه الطعم كله للشعريه، وهي لما هنيجي نسقيها حتى لو بالمرق هتلاقوا ليها طعم مميز، وانا افضل ان حضراتكم تسقوها بالمرق. طيب هحط هنا الشوكولاته، الشوكولاته الخام، دي شوكولاته خام كسرناها قطع زي ما حضراتكم شايفين كده، هحطها على حمام مائي. ايه هنا بقى هقلب بس لما اوصل للدرجه اللي احنا متفقين عليها، بتاخد شويه لان احنا حاطين كميه شعريه لحد ما تبقى ذهبي، طبعا ما بتاخدش وقت في السوى، خمس دقايق بتكون استوت. اللي عنده لحمه مسلوقه وعايز يحطها مع الشعريه دي الحقيقه بتبقى رائعه، يعني نسلق اللحمه ونسقي من مرق اللحم مع المنكهات بقى اللي احنا هنحطها، فصين حبهان وورقتين لورا، وطبعا حطينا المستكه في الاول، وهنديها كمان شويه قرفه حلوين بس لما تتحمر كويس، وبعدين نسقيها المرق او الميه. دي وصفه كده خفيفه وجميله وطبق محبب، اللي عايز بقى يحط معاه مكسرات، يحط زبيب، اللي عايز يحط قطع لحمه مكعبات صغيره مسلوقه وباقيه عنده ويدخلها في الطبق ده، مفيش اي مشكله خالص. بصوا ازاي اهي، هنا بقى بصوا بدات تسيح. طبعا اهم حاجه شوكولاته تكون متقطعه مكعبات صغيره. لما باجي اعمل الجناش دايما بغلي الكريمه الاول او اللبن الاول، وبعدين ابدا اضيف عليه الشوكولاته وارفعه من على النار واقلب. لما بقلب بالشكل حضراتكم شايفينه بهدوء بتبدا ما تتحرقش مني الشوكولاته وما تمتقفش، ما تجمدش يعني، ما تمسكش. فاديها بس وقتها ودرجه الحراره المناسبه ليها. عايز اقول لكم التعامل مع الشوكولاته ده حساس جدا. الواحد لما راح واخد كورسات للحلويات وشاف الناس قد ايه اللي بتتعامل مع الحلويات، ده مش اي شيف كده ينفع حلواني كده، لانه في الشيفات هتلاقوا الشرقي والغربي، واللي بيتعامل مع الشوكولاته، مش بيتعامل مع الشوكولاته ده تلاقوه حد حساس جدا، حد فاهم كويس قوي ويفهم ان الشوكولاته دي ليها تعامل خاص يعني. درجات الحراره وازاي يفردها وامتى يشيلها وامتى، يعني حاجات كتيره جدا. فدي ابسط الطرق اللي احنا يعني حبينا نوريها لحضراتكم. بصوا الشعريه بدات تاخد اللون، لسه باقي فيها كام واحده لسه ما خدوش اللون، نحمرها حلو اهو شايفين اهو، نزل بقى دول كده هنا كده يعني ايه تمام. ميه هنا بسخن ميه. عندي بقى طبعا احنا لو عندنا مرق هيبقى افضل. شايفين روعه الشعريه دي جميله، بديل الرز. الله على البيض وجماله، الله الله على الجمال، والله تسلم ايديكم. تسلم ايديكم. هاخد مكعب كده بقلب بقى الشعريه الحلوه دي. بصوا اللون، يلا هنبدا ايه ننزل على الشعريه. هحط هنا كده مية بتغلي، بسم الله ادوب بس كمية المرق، حط رشة فلفل، هقلب
رشة القرفة وهقلب. بسم الله. ههدي النار بس خلاص، انا مش محتاجة اكتر من كده عشان تطلع معايا شعرية مفلفلة. شايفين المية هتبقى في مستوى الشعرية اهو، بس كده. شكرا جزيلا. هنهدي بقى عليها ونغطي الغطا بتاعها حالا اهو. بصوا شايفين الجمال. سيبوها بقى اول ما تتشرب تماما خلاص هي كده هتبقى استوت. بصوا هنا الشوكولاته، اوريكم بس بصه اخيره كده بالسباتولا ممكن تبقى احلى اهي. خلينا نعلي النار سنه. حاطه في البوله دي ايه؟ بصوا تحتها في حله، في ميه، في هنا ميه. اهم حاجه الميه، انا مش عايزاها تبقى ملامسه للايه للبوله دي اهي كده. شايفين هتبدا تسيح لوحدها خالص على البخار اللي تحت. دي الشوكولاته الايه الخام اللي احنا بنسيحها. هستسمح بقى حضراتكم ان احنا نطلع الاستراحه، ونرجع بعد الاستراحه نشوف الشعريه تكون استوت معانا ونقدمها، ونبدا بقى في الوصفه الجميله السهله الليزي كيك. الولاد هيحبوها قوي، وصفه ساقعه ومنعشه بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا هنا ادي الشوكولاته، بصوا بدات ايه على البخار اهي تسيح ازاي اهي. خلاص الشعريه استوت، شايفين جوه، عايزاكم تشوفوا جوه مش عايزاكم تشوفوا في الجنب. ايوه شايفين اهي، ادي الشوكولاته. ايوه كده هو ده الكلام. نطفي بقى، هطفي عليها لان استل لسه الايه الميه سخنه بتطلع بخار. خلاص هرفعها عشان ما تتلسعش وما تتحرقش. تعالوا بقى نقدم الايه القمر ده اللي ريحتها جايبه اخر الدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اجيب بس الاول ملقاط، لا ممكن اخد من دول. بسم الله. بصوا بسم الله، شايفين 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 الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمرق بقى، لو يا سلام فيها بقى مكعبات لحمة، يا لهوي على الجمال. بسم الله. انا بهديه عشان كده، شايفين. ايوه شايفين حضراتكم وصفه الطبق الشعريه دي. يا نهار ابيض، عايزه اقول لكم دي في العزومات بتبقى جميله جدا، وفي رمضان بتبقى من الاطباق الرئيسيه في اماكن كتير. شوف بس الحبه هنا دي، يا نهار ابيض. تعالوا بقى نشوف شويه مكسرات كده على الوش. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. يا خبر. لازم تدوقوها، رائعة. أنا ضعيفة جدا قدام الشعرية دي بصراحة. من الحاجات الجميلة جدا. تعالوا بقى نقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. ونبدا بقى في الوصفه الثانيه. رفعت انا الشوكليت اللي احنا بنسيحها. دي شوكولاته خام، في انواع كتير كويسه جدا جدا عند في السوبر ماركت او عند مستلزمات المحلات اللي فيها مستلزمات الحلواني. بتتباع بلوكة كبيره وتقدروا تستفيدوا منها زي ما انتم عايزين. بصوا الشوكولاته بقى بعد ما ساحت اهي. الشعريه احنا لسه في الشعريه ماشي. تسلم ايديكم وعينيكم والله، شكرا لحضراتكم. طيب طبعا المرق، في ان احنا نسقيها مرق لحمه او فراخ او حتى مكعبات، عامل شغل عالي جدا. تعالوا بقى ناخد الوصفه القمر دي ونشوف كده ايه، واحده خطوه خطوه.
ها خليكوا معايا خطوة خطوة عشان ما ايه ما توهش منكم. بصوا بقى هنبدأ بإيه. تعالوا كده، أول حاجة بسم الله، ده بسكوت أطفال هكسره أي نوع حضراتكم تحبوه أهو. بسم الله بإيدي عادي جدا. ليزي كيك دي من الحاجات الجميلة أهو. بسم الله تمام اهو. وبعدين تمام كسرنا البسكوت ادي. تعالوا بقى بصوا ده خليه في الاخر. هناخد بقى ايه طاسه، فين الطاسه؟ ايوه بسم الله. هناخد هنا النار دي عاليه، خليني ايه اشتغل عليها. عايزه اعمله الاول كده بس في بوله، معلش انا اغير الايه الموضوع ده. ده صوص كده سريع اقتصادي. تعالوا بقى عشان مش عايزه اتكلفكم تحطوا شوكولاته خام، عايزاكم تمام اهو. تعالوا على البارد كده ناخد الويسك. هناخد اول حاجه كده سكر، اللبن وربع كوباية كاكاو. نقلب بقى كده، أنا كده على النار بس ندوبهم حلو. اللي ما عندوش شوكولاتة أو مش عايز يستقبل يعمل جناش، الجناش ده أنا عاملاه عشان يعني من فوق أضيفه من فوق فتدي طعم حلو. لكن بصوا أنا ما رضيتش أقول لكم، هي أصلا الطبيعي نحط معاها زبدة وصوص شوكولاتة أو شوكولاتة خام، بس أنا عاملاه صوص اقتصادي عشان اللي مش موجود تعمله سهل. احنا هنحطها في الاخر بقى مكعبين الزبده او شويه نسبه الزبده بس بعد ما يسخن الصوص ده ويبقى زي ما احنا عايزينه بالظبط. بصوا كده هحط بس شويه كريمه. بصوا هنجيب بقى على النار هنا شايفين الجمال. اول ما تبدا تغلي هاخد الزبدة اهو شايفين هي سخت اهي وبتدوب شايفين اهي. الله النار هنا عالية جدا، انتوا مش شايفين البخار ولا ايه؟ اهي بصوا بقى اللمعة الجميلة دي. بصوا بقى انا هنا شايفين دي، هرجعها تاني هنا على النار اسخنها شوية. بصوا وهحط لها نقطة كريمة عشان اديها روح، يعني ايه اخليها تبقى لينة كده صوص حلو كده اهو عشان احطها على الوش. خليها بقى ايه ونبصوا نقلب بقى تقليبة حلوة كده بس تسخن شوية عشان نديها اهو الكريمة بتاعتها. هتسيح دلوقتي. بصوا بقى هنا شايفين الصوص جميل ازاي، لونه روعة. تعالوا بقى نصب ده فوق البسكوت، هو المفروض يبرد شوية محطوش سخن قوي لسبب انا مش عايزة البسكوت يعني يبقى فتافيت او يبقى عجينه، انا عايزه يبقى فيها قطع بسكوت، فخليني احطه هنا الاول كده تمام. معلش بقى انا هاخد شويه من الشوكولاته دي لان انا مش هحط صوص، انا عايزه بقى طعم. يا نهار ابيض هحطها منها فيها، شايفين الجمال. نزلوها بقى معلش، انا بصراحه الطعم هنا اروع. يلا بينا، اللي عايز بقى
يحط شوكولاته ماشي، عايز يحط شوكولاته قبل للدهن ماشي، بس انا بقى بصراحه هي مش محتاجه حتى فوقها صوص، انا احط صوص خفيف من الصوصات اللي عندي جاهزه. بصوا بقى بردتها لان لازم تبرد، انا لازم ابردها، فانا عفوا ان انا اضطريت ايه اضيف عليها الشوكولاته تدي تيست وطعمه عشان ابرد الخليط بسرعه ونبدا نحطه على البسكوت. بصوا تعالوا بقى نقلب كده، لازم يبقى هادي عشان يبقى فيه قطع بسكوت اهو، قطع البسكوت مهمه تفضل محافظه على نفسها، انا لو حطيته سخن البسكوت هيدوب، عشان كده انا اضطريت ابرد بالشوكولاته. بصوا شايفين ازاي، يلا بينا ممكن شويه دول نحطهم على الوش عادي جدا. بصوا بقى تعالوا بينا، هاخد كده ورقه زبده ومش شرط ورقه زبده، يعني انا بفضل انها ما تبقاش ورقه زبده، بفضل يبقى ستريتش يعني منع انها تلزق او تبقى مش مظبوطه يعني كده. واحدة تانية هنا عريضة، وباخد الكمية دي لازم تدخل فريزر، نعم، وهتبقى هنا ما هو برد، انا بردت بس بالشوكولاته، طلع بس الهواء وهوريكوا التانيه، لازم تبقى اسطوانيه زي ما بنعمل اللانشون كده، اول ما هتدخل هتتماسك ما تخافوش، لان انا هديها فويل يمسك الحجم بتاعها قوي، هيخليها جميلة كده. ثواني بقى ناخد فويلاية، كده اهو خلاص لحد ما تظبط الشكل بس اهو. شايفين ازاي اهي. طيب نجيب بقى التانية، بسم الله، تدخل الفريزر قعدوها ساعتين ثلاثة، تتضايقوش يعني ما تستعجلوش، ده كيس تلاجة لو مفيش كلانفل اهو. حاضر، خليني اجيب طبق للتقديم، بسم الله الرحمن الرحيم كده. اوكي هقلع بس اللفظ اللي هو اتوسخ عشان ما يقعدش يوسخ الطبق وانا بحط او وانا بقطع، بسم الله. وايه هنبدا نقطع سكينه منشار او سكينه عاديه زي ما انتوا تحبوا، بسم الله. شايفين بقى الرول بيبقى جميل، عشان قطعت الجزء اللي هو في الحرف ده عشان تبقوا شايفين شكلها بس، وانا بقطع شكل البسكوت عامل ازاي، عشان كده قلت لحضراتكم ما ينفعش الصوص يبقى سخن، عشان كده انا بردته بالشوكولاته. سكينتي المنشار فين حبايبي؟ جنبك يا محمد السكينه منشار، ماشي اداني، تسلم ايدك وعينك. بصوا بقى ادي دي كده قطع كانت متقطعه هنا اهو، بصوا بسم الله
اطفي بس ده، جايب حرارة عالية، شايفين ازاي؟ روعة. انتوا مش قادرين تقولوا عشان انتوا ما دقتوش صح؟ حاضر. طعم الشوكولاته نقوه جميل، وانا عشان كده اصريت قلت لحضراتكم ممكن نعمل بنوع كاكاو يكون حلو علشان نستطعمه لو هنعمل الصوص الاقتصادي اللي هو مش فيه شوكولاته خام. بصوا تدخل الفريزر لازم. معلش نكمل دي بس. بعد الليزي كيك دي احنا المفروض نعمل كل حاجه. شكرا ليكوا حبايبي والله، شكرا ليكي فندم. كده شايفين بقى قطع البسكوت تبقى باينه وظاهره قدام حضراتكم ازاي؟ اهي اهو. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب حلو بقى نقفل من الصوص ده اللي فيه شوكليت اهو. بصوا نهار ابيض. ايه الجمال ده؟ وادي ليزي كيك، طريقه سهله وبسيطه، واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. الولاد يحبوها قوي. حط دي بقى في الفريزر. وصحه وهنا على قلب حضراتكم. نوديها بقى هنا مع الاكلات اللطيفه اللي احنا عملناها النهارده كده. ويبقى النهارده عملنا وصفه خفيفه زي الشعريه الحادقه، عملناها بالقرفة لطيفة جدا، وعملنا الليزي كيك اللي قدام حضراتكم هنشوف شكلها من قدام دلوقتي بقطع البسكوت شوكولاتة وصوص اقتصادي جميل، وعملنا كمان البيض الاسكتلندي مع اللحمة المفرومة، عملناه كده بشكل يعني سهل وبسيط وتتبيلة حلوة مناسبة، وصفة تكون يعني مغذية. الولاد بيحبوا الحاجات السريعة لكن تبقى مغذية وحاجة في البيت وجميلة. قلنا ازاي نعمل البيض المسلوق ويبقى صحي بالصوص بتاعه. طبعا المفروض لو انا سبته يبرد عن الوقت اللي حضراتكم كمان شفتوني بقشر فيه البيضة، المفروض يبرد عن كده، يقعد بالظبط 10 دقايق يبرد تماما لما المية تبقى هادية، بس انا مسكته هو كان مولع، فيعني شفتوا الصوص بيبقى جميل ازاي. دي البيضة الصحية اللي المفروض ناكلها، تبقى كل ما يميل اللون للصفار الفاقع قوي هي صحية جدا، كل ما تبدأ تبهت تبهت لحد ما تروح اللون كده احنا اديناها تسوية زيادة جدا وفقدت من فوائد. انا بشكر حضراتكم طبعا لحسن المتابعة، لكن اسمحوا لنا بقى بعد ما خلصنا الحاجات الجميلة دي نستقبل مع بعض الفقرة الطبية بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.